نعمل مراجعة على حرف ايه يا شيخ؟ خدنا حرف ايش احنا؟ حرف الراء. يلا نقرأ اول كلمة. قمت بعمل مبادرة تعليمية في مخيم أهل الخير من المهجر وجنين وآل جرار في إنشاء صف تعليمي، صف هند، حيث تكونت الفكرة من داخل بيتي من أحفادي. في مجرد ما أنشئ خيام، مجمع خيام في المنطقة اللي أنا بأسكن فيها، تطوعت في هذه المبادرة التعليمية. توجهت إلى مديرة المخيم وطرحت عليها الفكرة، فقبلت الفكرة بالترحاب. فكانت ما تمد لنا يد العون هي وكابتن أسامة أيوب، فقمنا بإنشاء صف دراسي، إعداد طاولات، صبورة، دفاتر، أقلام، طباشير. توجهنا لأهل الخير فمدونا في حيث أنه فيها أعلن عن إنشاء هذا الصف للصف الأول الأساسي، حيث يعتبر هو الحجر الأساس في العملية التعليمية، من مبدأ لا لتجهيل طلابنا ولا لتدمير الحياة التعليمية تبعتهم. واجهتنا في البداية كانوا الطلاب يكتبوا على قصاصة من الورق. الصعوبات اللي بتواجهنا وما زالت بتواجهنا إنه إحنا في عنا إقبال شديد جدا جدا من الطلاب. هدول الطلاب من المخيم وخارج المخيم حابين إنه إذا ما روحناش على منطقتنا، لأنه أنا نازحة من غزة، إنه أنا أفتتح صف تاني. هذا الصف بده خيمة، بده شادر، بده طباشير، بده، بالرغم من تواجد معلمات عنا، من المعلمات موجودات داخل المخيم وقابلت للمساعدة. الإيجابيات اللي أسعدتني جدا جدا حب الأطفال للتعليم، حسيتهم كأنهم كالأرض العطشة لتقبل العمليات التعليمية. الصعوبات اللي واجهتني إنه أنا معيش كتب للأطفال اللي أمشي معهم، معيش إلا كتاب قديم جبته من المجتمع المحلي، وكتاب قديم جبته من مدرسة من مدرسة في مخيم رفح. والمز جميلة بتدرسنا أربع حصص، حساب وعربي وتلبية إسلامية. كنا نقرأ في المدارس بس عشان صارت الحرب، وإحنا صرنا في الخيام وصرنا ندرس عند هنا عند مدرسة جميلة. نفسي تخلص الحرب، نفسي أرجع على بيتي، ونفسي أرجع على مدرسة. مش مشكلة، حطيها. يلا مين بدنا كمان؟ مين؟ ثلاثة. وين تحصل على الثلاثة؟ يلا عدد الطلاب داخل الصف من 28 ل 30 طالب حسب، اوقات بزيد اوقات الحمد لله لقينا قابليه. داخل المخيم اللي تطوعنا فيه في مخيمين نشأوهم جنبنا، ففي اهالي انهم حبوا انه هذه الفكره وحبوا انه نشوف الطلاب، يعني يبعثوا طلابهم شيء زي هيك، بس الوضع لا يسمح داخل الخيمه، الخيمه شويه صغيره فما بقدرش. ان شاء الله احنا وعدناهم، يعني ان شاء الله ما بطول الوضع، وعدناهم بتطول الوضع نفتح لهم كل مخيم خيمه. الطلاب برضه بدهم جوائز، بدهم فعاليات، يعني بزهقوا اوقات، فالطالب الشاطر المتميز اكيد بده جائزه، يعني بالاخص من الفئه اللي احنا موجودين فيها بتتركز على الصف الاول والصف الثاني، فبدهم يتغرب العمر، بدهم شيء يساعدهم.